جلسي جلسي جلسي. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس مره اخرى مع هذه السيده هذه في هذه القصه الانسانيه لهذه الام. يعني من بعد 19 سنه ديال كما قالت هي ديال يعني ديال العذاب وديال بزاف ديال الحويجات اللي دوزت مع ولدها، وفي سبيل الله هي ما كتمنش على ولدها، ولكن يعني اليوم كتشوف راسها انها تقهرات، خصوصا ان عندها اربعه الوليدات اخرين مع الزوج الثاني اللي تزوجاته. بزاف ديال المشاكل وبزاف قصه للعبره، وتحياتنا لهذ الام هذه المكافحه مع الابن ديالها. غادي نسمعوها على اللسان ديالها مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، نخليكم على المباشر انتم اللي غادي تسمعوها. مرحبا بك اختي معنا على المباشر. مرحبا بك خويا، الله يجازيك بخير. واخا بلاتي بلاتي عافاك. كيفاش القصه ديال الابن ديالك وكيفاش 19 عام ودابا قلتي ما يعني شهر 8 غيكمل 20؟ فعلا هو من هو من مواليد 2001 14 شهر 8، يعني هذا شهر 8 ان شاء الله غادي يكمل 20 سنه. وانتم كما كتشوفوا الحاله ديالو مسكين، النمو ديالو صراحه ما كي المراحل كاع اللي كيمروا منها الاطفال ولا الشباب، هو مسكين راه كتكون عنده متاخره بزاف كاع، بحال شي طفل ما كيكبرش. يعني المعاناه ديالو كثيره كثيره بزاف، والمعاناه ديالي معاه من الولاده ديالو من نهار ولدته صراحه الله، كاع المراحل اللي كيمر كما قلت لكم كما سبقتو قلت لكم اللي كيمروا منها الوليدات، ما كيوصل لها ما تيحبوش، وصل الحبيان ما حباش، وصل باش يتمشى ما تمشاش، لا ولدي لا لا ها انتم كما شفتوش اي حاجه راه ياكل اي حاجه، ياكل الهندي بالشوك ديالو، ياكل شي حاجه بالعلف ديالها، يهز حيوان، يهز واحد النهار راه الجوجه قطع عليها الراس ديالها، انطلقوا راه ما يرجعش. حاشاكم عزكم الله اخواني اخواتي، وسمحوا لي على هذه الهضره، حتى الغائط ديالكم اعزكم الله الغائط ديالو راه الا ما حديتوش يهزوا ياكلوا اللي كوش كنديروا ديما. ايوا اخوتي اخواتاتي، انتم كتشوفوا المعاناه ديالي معاه صراحه الله، اللهم لك الحمد الحمد لله. انا ولفت انا كندير لي في جهدي واكثر من جهدي، ولاني هو مسكين غادي وكيكبر صراحه ما كيخرج ما كيشوف ما كيجول ما كيسافر، وما كاينش اخوتي اخواتاتي حتى اللي يقبل عليك. زعما باش نكونوا واقعيين، راه الانسان باش شدي ليه اربعه ديال الوليدات وعندك ولد معاق هذا بوحديتو راه فيه تبارك الله 10، راه خصك هذا الابن ديال الزوج ديالك، هذا الابن ديال الزوج ديالي، انا مفارقه مع الاب ديالو. علاش من سن ما قلتش لي ولدتي صغير؟ ولدته على 15 سنة. يقدر يكون هو السبب؟ ما كنظنش اخويا هو السبب، راه ولدوا الناس في ذاك السن وقل من ذاك السن، وماشي هذاك هو السبب. ما عرفتش بالضبط شنو هو السبب، تيقولوا الاكسجين ما وصلوش للدماغ ديالو، ما خليت ما درت له تحاليل، درت له ليريم، درت له لي سكانير، درت بزاف ديال زعما ما خليت، جريت وجريت كما على الله، كاين ما يداوى يداوى. ولاني صراحة قالوا لي صراحة آخر مرحلة كان هو حشاك الماء ديالو اللي مشى حتى لفرنسا ورجع، قالوا لي راه ما عندوش صراحة العلاج، ما عندكش اختي علاش تبقاي تكلفي وتسلفي، راه ما غاديش يتعالج. وصافي رضيت بحكم الله وتزوجت بواحد السيد مسكين اللي هو جندي متقاعد، اللي ولدت معاه هاد اربعه ديال الوليدات الحمد لله. الله يجازيه بخير، الله يجازيه بكل انت شتي والله القسم الا ما كاينش والله ما يبغي ياكل ليا قسما بالله، كيتعامل معاه احسن من ولادو، فرح به قبل ما نولد ليه ولادو كان فرحان بهاد الوليد هو الاول، ومن بعد فاش ولدت ولادو راه ما تبدلش عليه صراحه حاضن. ولاني راه الامكانيات محدوده اخوتي، راكم عارفين الماندا ديال واحد الجندي واربعه ديال الوليدات، وعايشه معنا الام ديالو وزتي، وهاد الوليد حنا 8 ديال الافراد راكم عارفين تبارك الله، وكان عاني معاه مسكين هذا خصو ديما ليكوش ليكوش الكبير ضروري ديري ليه ليكوش الماكله تبارك الله مسكين، راه ما عطيتيهش الماكله بزايد راه ما ينعس لياش في الليل الا ما تعشاش، وشبع شبع شبع بزاف راه ما ينعش، ولا جوعتيه مشكله، ولا شبعتيه مشكله، الا شبعتيه كيبقى خويا يتقي كيبقى في الليل كيبقى يرد ديك الماكله كلها يمضغها تيعاود لها المضيق، ولا خليتيه بالجوع زعما عطيتيه غير القياس راه ما ينعش، كيبغي مسكين كيبغي ياكل بزاف، وتنشرب ليه الدواء باش كينعس، راه الا خطاني داك الدواء راه صراحه والله ما ينعس، الا خطاني الدواء غير نهار لا والو مسكين لا والو، ما كيهضر ما كيقرا، ما قلت لك الا طلقته دابا راه ما يرجعش، وانا ما عمرني ما تخليت عليه، وما عمرني ما نتخلى عليه، وما عمرني قد نسمح فيه، ولا وما عمرني نشت لا جمعيات ولا حقوقيين ولا دقيت شي باب، اقسم لك بالله. حتى انتم شفتي في غير واحد الصديقه الله يجازيها بخير، صديقتي هنا في مكناس جيت ضيفه، هي مسكينه اللي اتصلت وقالت لي ها انتم نصيفط لك النمره ولا الدراري الله يعمرها دار، وماشي عيب احكي لهم وعاودي لهم المعاناه ديالك راه ماشي عيب، وشجعتني الله يكثر خيرها من هذا المنبر، كنشكرك اختي فاطمه مسلاك، وصراحه فعلا اتصلت بالاخوان والله يجازيه والله يكافيه بكل من خيرها
الشموشات وجا مسكين ها هو كيصور معنا. انتم اخوتي خواتاتي كتشوفوا الحاله ديالو، راه ما كيتمشاش، راه معاق جسديا وذهنيا، راه الاعاقه عنده مختلفه، راه ما يعرفش ياكل بيديه، تقولوا راه يغمس ولا يشد عاشق ولا راه والو. اختكم الا ما وكلته ما ياكل، الا ما فطرته ما يفطر، ما يعرفش الحاجه السخونه من الحاجه البارده ولا الحاجه الحاره ولا الحاجه الضيعه، نطلقوا يمشي للطريق ضربوا شي طوموبيل. المهم راه مسكين والو. شي جمعيات هنا في مكناس؟ لا خويا انا ما ساكناش في مكناس، انا كنسكن في مريرت، مريرت اقليم خنيفره، وتما صراحه عندنا والو، صراحه ما كاين والو، صراحه الله ما كاين زعما صراحه بحال هاد الحالات مهمشين، وما كاين حتى الوسائل ديال زعما هكا ديال الاخباريه ولا المنبريه، راه ما كاين صراحه والو. كاين الزميل ديالنا تمايا السي حميد، حميد الله يجازيه بخير، صراحه كنت اتصلت به وكان مسكين مسافر، كان ما خفت نكذب، كان في طاطا ولا في العيون، كان في الصحراء مسكين، كان في الصحراء وقال لي اختي غير نكمل غنجي عند صراحه الله، صراحه الله يعمرها دار بحال وجهكم. وليني مسكين صراحه زعما كتب لي انني نصور في مكناس، جيت غير ضيفه، وهنا الحمد لله اتصلت بكم واستجبتوا لي، الله يكثر خيركم والله يجازيكم بكل خير. وراني فاتحه لي واحد القناه، دايره واحد القناه بسميه سناء عكاشة، وكنصور اليوميات ديالي معاه، وكنصور المعاناه ديالي معاه. اللي بغى يدخل عندي يتابونا معايا ويشاهد الفيديوهات ويشوف كيف كنعيش معاه، مرحبا. الطلب ديالك اختي الان يعني اللي كطلبيه انت من المشاهدين ومن الناس اللي كيشوفوك الان واللي حسوا بك وعاشوا وشافوا، كاين اللي عنده هاد عايش حتى هو نفسه؟ كاينين كاينين اخويا. ايوا كان انا صراحه الله والله القسم ما عييت من زعما باش نقابل ولدي، راني ما عييتش، راني كندير جهدي وكثر من جهدي. كنت كنعاون الزوج ديالي وكنخدم كنبيع وكنشري باغ انترنيت، كنجيب السلعه بالكوموند، صراحه عيا الحال وما بقى حد كياخذ مني. تنطلب شي محسن الله يجازيه بخير والله يكافيه بكل خير، وربي اللي غادي يخلصو، وربي اللي غادي يجازيه. محسنين يا جمعيات اللي كاين، واخا والله الا كنطلب هذا الطلب وحشمه انا من راسي قسما بالله، ولكن الحمد لله خوتي انسان الا تعاون راه الله عز وجل غادي يخلص كل هو مسلم. حتى انا تقهرت والزوج ديالي صراحه هو مسكين ما باخل بوالو، ولكن كما سبقت قلت لكم الامكانيات محدوده، ما كرهتش شي محسنين ولا شي جمعيه حتى انا يعاونوني، يكون عندي واحد الدخل اللي نقدر نعيش به هذا الوليد ويعيش مبسوط. محروم اخويا من ابسط الامور، محروم منها، ما كيخرج ما تديه مسكين القهوه، ما تديه مسكين يفجج، ما تديه مسكين زعما يخرج والو، غير الدار 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 الدار، وحتى هو مسكين غادي يمل من ديك الدار. وانا ضروري اللي في الدار ضروري اللي يبقى معاه، ضروري ما يمكنش يبقى بوحديتو، يعني ضروري خص اللي يبقى معاه يقابلو، حيت ما يمكنش يبقى بوحديتو. يعني ما كرهتش حتى انا شي واحد يرفع عليا ولا شي جمعيه ولا شي حاجه، حتى انا نحاول نعيشو مسكين الحياه، واش ماشي من حقو خويا ويشوف مسكين حتى هو ويشوف بعويناته ويخرج رغم المعاناه. وانما اخويا باش نكونوا واضحين، راه حتى الماديات ما تيخليوش الانسان فاش كيكون تيعاني تيخفوا عليه شي شويه. نكون واضحه، يعني انا ما كنطلبش شي حاجه ما كايناش، ولا اني غير اللي قسم الله، غير بليكوش ولا غير بكلمه زوينه، غير باش طيبة. كلمه طيبه في حقي، غير ما تكونش كلمه اللي تسيء ليا وتسيء النفسيه ديالي، هذيك راه كتسمى صدقه. وهذا الشيء اللي كاين خويا منير. واخا الرقم ديالك اختي؟ الرقم ديالي واخا خويا 06 45 07 81 67. واخا متابعي قناه شوف تيفي، وكما سمعتوا الان القصه اللي رواتها هاد الام المكافحه واللي كنشد على يديها، والله يجازيها بخير، هذا هو اللي غنطلب ليها، والله يكون ليها عوين بانها تكون مع هاد الوليد هذا اللي هو هذا هو الجنه ديالها كما كنقولوا. الرقم ديالها، وكنتمنى انكم كل شيء يسجل هذا الرقم هذا، الله يجازيكم بخير في لي كومونتير. 06 45 07 81 67. 06 45 07 81 67. هذا هو الرقم ديال الام اللي بغى يتواصل معها، راه فيه الرقم، راه فيه الواتساب، فيه كل شيء، اللي بغى يتواصل معها ويقدم لها يد المساعده، والله لا يضيع اجر المحسنين. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كما تبعتوا معنا وكما شفتوا، هذه هي الحاله ديال هذا الابن هذا والام ديالو اللي حكيت لكم الان القصه ديالو. كنتمناو المساعده ديالكم، كنتمناو يد العون والمساعده. اليوم الجمعه، نهار كبير عند الله سبحانه وتعالى، كيدوي في قناة مزيان عجباتك. فمشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، هذه هي الحالة ديال هذا الوليد هذا كما كتشوفوا قدامكم، 19 سنة، شهر 8 غادي يكمل، ياك شهر 8 يكمل 20 عام، شهر 8 يكمل 20 سنة مسكين. الأم ديالو الآن هي كتناشد القلوب الرحيمة وكتناشد المحسنين اللي عاونوها ويساعدوها تكمل المسيرة ديالها مع الإبن ديالها، وهي مكملة مكملة، ولكن بغات اللي يزيد يدعمها ويزيد يعاونها. الله يحسن العوان.
ما كتسكنيش في مكناس. هي ما كتسكنش في مكناس، كتسكن نعم اقليم خنيفره، النواحي ديال خنيفره هي كتسكن في مريرت وجابت هاد الظروف. اليوم عندنا المكناس، مرحبا بك بعدا في مكناس، وكنتمنوا من الله انه تكون مكناس في الخير. خليها تكون مكناس في الخير عليك، وان شاء الله يتقاد الامور ديال هاد الوليد هذا. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه. كنشكركم مشاهدينا. هذه هي القصه ديال هاد الام المكافحه اللي شفتوها معنا الان. بسلام عليك، باي باي. قول لنا باي باي، قول للمشاهدين باي باي. الله يحفظك، الله يحفظك يا حبيبي، الله يكبر بك، الله يشافيك ويعافيك. مشاهدينا شفتوا هاد 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 القبله العفويه من عند هاد الشاب هذا، هذه لكم كاملين. الى اللقاء، والله لا يضيع اجر المحسنين.